هي حكاية، كل حكاية إيمان. أنت وتنجم تعدي نهارك محليها على الآخر وأنت صاي، ماهيش مشكلة دخان ولا مشكلة حاجة، هي إيمان. تبدأ عند الحاجة هذيك تعرفها يعني ممن بها بالحق، فهمتني؟ خاطر حاجة تربي هذيك الأمور كل مريقلة. جيت تعبيت طلع في بدعة وأني محشش وأحكي معايا بعد شقان الفطر وهو بابا متغشش من دورش بيه وكل لغة هذيك الليلة الناس كل تعيش نورمال طبيعي، تحرك عيش نهارك طبيعي. راه شنو انت في حياتك ماك تاكل وتشرب وتكيف تعمل في قهوه، ذوكم باش نحام بعض الساعات، فهمتني؟ الحشيش هذه موجوده عند اللي يتكيف، خاصه اللي يتكيف دخان. على اللي يتكيف ويبداو محشين، يبداو محشين، يبدا هو يكلمه واحد ديريكت شر رحمه شر لما. يلزم العباد كيف ما تحكي بالضبط يحنوا فيه على بعضهم، والناس الكل تعرف قيمة الشر هذا. حشيشة رمضان، هل إني بالفعل موجودة ولا بدعة اختلقوها التونس؟ بالنسبة لي يعني ما فهميش حاجة اسمها حشيشة رمضان. يعني رمضان أنت باش تصوم فيه، يعني حاجة تعرفها وحاجة عادية وحاجة طبيعية، ماكش أول مرة في حياتك باش تصوم، فهمتني؟ سيدي جا من أول ما خلقت وأنت كل عام تصوم، فهمتني؟ وحكي الكل مربوطة بالإيمان، مش مربوطة لا حشيشة رمضان ولا هني نتكيف ولا ما نتكيفش ولا خاطرني عندي حاجة محشش عليهم، ما فهميش. فما عباد يقول لك أنا ما تكيفتش ما شربتش قهوتي محشش ما تكلمنيش قبل شقان الفطر، نحل عينيا كان بعد شقان الفطر. برسونال ما هاني نتكيف ونشرب قهوة، فهمتني؟ وعادي نرمال ما يقلقنيش. هي حكاية، كل حكاية إيمان. أنت وتنجم تعدي نهارك محليها على الآخر وأنت صاي، ماهيش مشكلة دخان ولا مشكلة حاجة، هي إيمان. تبدأ عند الحاجة هذيك تعرفها يعني ممن بها بالحق، فهمتني؟ خاطر حاجة تربي هذيك، فهمتني؟ تبدأ ممن بها وكاهو فماش حتى شيء برا ذي الحشيش دخان وماهيش أمور قهوة، عادي نورمال تعدي نهار كامل. بالعكس ساعة في رمضان لازمك تكون زي عامل جو. سيدي رمضان احنا فيه الجو فيه اللمة، فهمتني؟ لازمتنا نكون الناس الكل يعني فرحانين بالحاجة ذي. علاش كيجي راس عام نفرح وكيجي رمضان ليه لازمني نتكيف وكلمني بعد شقان الفطر وتبدأ لعسابك وهي ما جيش هكا، فهمتني؟ أنا نعيش نورمال عادي جدا ما يقلقنيش. خليني اليوم مرتاح، خرجت نعم في دورة أبي نشوف العباد نتكلم، فهمتني؟ كاو تضحك تعمل جو طبيعة، لازمك تضحك باش يتعدى النهار. إذا كان أنت باش تحبس ضربة اثنين تخزر في الوقت نهارك ما يتعداش. لازمك تخدم تتحرك تدور تشوف عباد تتكلم، فهمتني؟ رمضان سيدي جا وقت أنت ما عادش تخمم فيه، فهمتني؟ وتعديه عادي ومرتاح، أما كي تركز فيه تولي وقت على أعصابك وتولي وقت تستنى في الوقت باش أنت تتكيف ولا باش تولي على أعصابك وتولي تقلق غيرك. بالطبيعة تقلق غيرك، تقلق العباد. تو ساعة معظم الأكسيدونات لهنا اللي يصيروا تو في رمضان يصيروا كان في رمضان، راه فهمتني؟ او قص عليا او ضرب لي ستوب او ضرب لي باراشوك، حكايه الكل زايده، فهمتني؟ كان جا كل واحد مركز ويعرف ايش يعمل تمشي الامور مريقله، كيما الافطار كيما الصيام فمش حتى مشكله اختي. راه الامور كل مريقله. جيت تعبيت طلع في بدعه واني محشش واحكي معايا بعد شقان الفطر وهو بابا متغشش من دورش بيه وكل لغه هذيك الليله الناس كل تعيش نورمال طبيعي، تحرك عيش نهارك طبيعي. راه شنو انت في حياتك ماك تاكل وتشرب وتكيف تعمل في قهوه، ذوكم باش نحام بعض الساعات، فهمتني؟ بالعكس هذيك حاجه باش تاجلهم حاجه بيها لبدنك، ربي سبحانه ما يعملش حاجه كيكا. راه هذيك هي الحكايه الكل، يعني كل انسان وكيفاش مقتنع بيه، فهمتني؟ فما عباد يجي رمضان تلقى هذا اللي كيفاش نعديه رمضان، خليه على ربي كيكا عيش نورمال. عباد تخمم من قبل ما يجي رمضان، علاش باش تخمم؟ عيش نورمال. هذيك بالعكس حاجه نفرحوا بها، حاجه في ديننا، فهمتني؟ لازم نكونوا فرحانين بها على الاخر. رمضان يجينا شهر في العام، راه اعز شهر مفضل بالنسبه لي انا، يعني شباب فهمتني، اعز شهر مفضل عندي انا رمضان. انت على الاقل نستقبلوه بالضحكه في وجوه بعض، تضحك وتذكر ربي، فهمتني؟ ونتلموا الاصحاب وحتى مشاكل بين العباد تتفض، هذا اللي قلبه بيه راه نحكي لك، فهمتني؟ تتفض المشاكل وتقرب المسافات لبعضها. مثلا عندك خوك في الجنوب انت لهنا تكلموا تشقوا فطركم مع بعضكم تبداوا متقابلين، فهمتني؟ تنسوا المشاكل. رمضان راه في برشا معاني، مش كلمه رمضان صمت سي كان بعد شقان الفطر وهو دخان وهو قهوه، لا لا رمضان برشا معاني. اما الانسان تحبوا يفهموا، وهي حكايه مشت فينا عقليه، راه حكيت الحشيشه والواحد ما فماش منها. انا واحد من الناس عادي جدا مشت فينا عقليه، خاطر التونسي اليوم بعيد شويه على دينه البعض. والله باش حطيتني في محطه انت لمحاله، كل واحد اسمعني كل واحد وكيفاش يشوف روحه، راه وفما حتى حد شادك على دينك، فهمتني؟ اذا كان انت مقتنع ومؤمن بربي وفما حاجه تحب توصل لها، فهمتني؟ تتقرب من ربي، فما حتى حد باش يمنعك، راه
تقرب من ربي فهمتني، وبالعكس ربي يفتح لك الباب في وجهك. كل واحد كيفاش يفهم، كل واحد وكيفاش مخه يفكر. انا مسؤول على روحي برك، مش مسؤول على الناس الكل. حشيشة رمضان هل انه فعلا موجوده ولا بدعه نحن في مخافنا كتوينس؟ الحشيشة هذه موجوده عند اللي يتكيف، خاصه اللي يتكيف دخان. اللي يتكيف ويبداو محشين، يبداو محشين، يبدا هو كلمه واحد ديريكت. ماذا بيك قبل شغال فتره ما تحكيش معهم برشا؟ ونحن يلزمنا نبعدوا على حوايج في الشهر هذايا، هذايا شهر صيام ونحن عندنا 5 سراق يسرقوا فينا. تو انت تساليني تقول شكون 5 سراق؟ هذا شكون 5 سراق؟ 5 سراق الاول خلاص اللسان، لسانك سوانك فان صنته سانك وان خنته خانك. الحاجه الثانيه العدنا هو النميمه. الحاجه الثالثه الكذب، الواحد ما يكذبش على العباد. الحاجه الرابعه انذر يرد باله مليح. والحاجه الخامسه والاخيره هو العقل. العقل يزم يفكر قبل ما يعملك الحاجه هذيك. الفو ريفليشير افون داجي. هذوما الحاجات ماذا بينا ما يكونوش مربوطين. خمسه سراق عندنا في العالم الكل يسرقوا في العباد وتمشي على الارض، مش مربوطين برمضان. هذوما ماذا بينا على طول العام، هذوما ماذا بينا على طول العام وخاصه في الشهر هذا. تدخل في البرانسيب، تدخل في المبادئ نتاع العبد. هذه تدخل في المبادئ نتاع العبد، وخاصه في الشهر هذايا عقابهم عقاب شديد. انت تحشش في رمضان؟ والله ما نحشش، يعني انسان ديما رايد. يقولوا لي يشربوا القهوه هكا والتي يبداو محشين في رمضان، وماذا بيك هكا ما تطولش معاهم شويه الحديث خاطر في ساعه ما يتغش. كلامك صحيح، عندك التاي والقهوه والدخان، ثلاث حوايج هذا العبيد هذا ما واحد يبعد. هي ما هو شهر رمضان شهر لما ومحبه والضحكه في وجه العبيد، والضحكه صدقه. شهر رحمه شهر لما، يلزم العبيد كيف ما تحكي بالضبط يحنوا فيه على بعضهم، والناس الكل تعرف قيمه الشهر هذا. هل انه التونسي مازال محافظ على عاداته وتقاليده في رمضان؟ نعم، ما زلنا مستحفظين على عاداتنا وتقاليدنا وكل شيء، ما خرجناش منه. كيما شنو الحاجات العادات اللي ما زلنا مستحفظين عليها؟ محافظين على الاكل نتاعنا يعني في شهر رمضان. احنا بطبيعتنا معناها استهلاكيين بدون تبذير. فماش ليه التونسي مبذر؟ مبذر مش ثم عائلات ما تبذرش. التونسي مبذر واستهلاكي، معناها رمضان بالنسبه ليه شهر استهلاكي. صحيح، ومبذر مي عدد مش كبير ياسر، عدد مش كبير ياسر، كل قدير وقدره. وننصح العباد الكل باش تبعد التبذير، رانا نصوم مشنا باش ناكل. نصوم كيف ما كنت نحكي، نصوم على 5 حوايج هذوما. انت تصوم علاش تصوم؟ يصوم باش ياخذ حسنات، يصوم باش يصدق، يصوم باش يعرفك الجيعان هذاك كيفاش مسكين ما عندوش باش ياكل. التونسي اليوم مازال يخمم في جاره الجيعان واللي مستحق في رمضان وكل، ولا يخمم كان في روحه؟ والله كلامك صحيح، ثم الأغلبية تخمم في أرواح روحه يروح، وثم ناس يرحم والده موجودة كرادل. ما عادش فما برشا كتأزر والرحمة في رمضان، ما عادش تشوفوا برشا إعانات تخرج؟ والله أنا شفت الجمعيات عندنا ذي، جمعية المتقاعدين عندها كرادل، تعطي لها عبادة كرادل. شفت ثم ناس أغنياء يعطوا في فلوس، بارك الله فيه، يعطوا في فلوس العباد ويقول لهم وصلوهم لك الناس هذيك. وثم ناس ربي يهديه كيف ما كنا نحكي، ربي يهديه. المكو يلزم واحد يكون نظيف، الحاجه يوصلها لمولاه، خاطر كيف اثم يبعد. انت عطيت لي حاجه لا نمشي نعطيها لفلان. هذيك امانه، هذه امانه، والامانه هذه تلقاها عند العسكري. العسكري وي ديسبليني وما يخش نتاع الناس، هذه نشوف فيها انا حتى فك الصدقات والوحديات. ما نعسكروش البلاد الكل، مي ثم ناس اخرين باهي. خاطر انا تربيت في مؤسسه عسكريه، علاش نحكي باللغه دي؟ هذاك عليه. ممكن البروبليم اللي عندي هنا، المشكله اللي عندي هنا هو العيال. هكا هو. شنو العادات هكايا والتقاليد اللي تربيت عليهم في رمضان واليوم تفتقدهم ما عادش موجودين؟ اني تربيت بالصبر، انسان لازم يكون صبور،
أنا تربيت باش ما نخرجش الكلام مش باهي، أنا تربيت باش ما نسرقش، أنا تربيت على مبادئ قوية من الواحد صغير، لا زيت فلوس عبيد، لا ظلمت ناس، ما نحبش الظلم مش باهي. العادات هذه مازالت موجودة، الحاجات هذه معناها مازلنا نحكي بها. مازالت موجودة عند ناس نظار، ناس نظار يعرف الدنيا شنو هو، خاطر مش باش يهز معاه مرة أخرى، لا فلوس لا واحد لا حتى شيء، باش يهز معاه كان فعل أش عمل في الدنيا دي. أهم عادة رمضانية عندك أنت اللي ما تنجمش تتخلى عليها؟ أهم عادة رمضانية اللي عندي ما نجمش نتخلى عليها هو الصبر، الصدقة، ثم الإيمان بالله. الواحد لازم يقوم بصلواته. هذوما مش مربوطين برمضان، هذوما حاجات معناها لازم يكونوا معانا على طول العام. إيه يكونوا معانا على طول العام، وفي رمضان الواحد يزيد يتشدد أكثر، ما يخرجش من القطار، ما يخرجش من السكة متاع خلاص، يخرج السكة متاع دونك سي تان أكسيدون. عادة تونسية عنا احنا. حاجة متاعنا، حاجة تونسية. حاجة تونسية في الأكل فيش؟ عادة رمضانية تونسية اللي أنت مازلت هكا متشبث بها ومعناها مازلت تمارس فيها. احنا برا عنا برشا عادات وتقاليد. عندنا برشا عادات صحيح وتقاليد، عندنا عادات مثلا في ال كيف ما كنا نحكوا في الأكل، الواحد ديما خاصة في سيدي رمضان يعمل الشربة، ما نجمش ينحي الشربة هذيك، هذه من عاداتنا ومن تقاليدنا، ويعمل كعبة البريك ويعمل حاجة أخرى معاها، كان موجود كان موجود شي ما يعملهاش.